النهاردة على مقالة بعنوان أنيميا الفول والزواج، بنقول إن السبب الرئيسي لإصابة بأنيميا الفول هو العامل الوراثي الناتج من أحد الأبوين أو كلاهما، ويرتبط إنزيم الجلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز المسؤول عن الإصابة بمرض أنيميا الفول بكروموزوم إكس زي ما قلنا. ومن المعروف إن الأم بتعطي الجنين كروموزوم إكس فقط، بينما الأب بيعطي للجنين كروموزوم إكس للإناث وكروموزوم واي للذكور، وهذا يؤدي للنتائج التالية. حتة وراثية ظريفة عايزين نتكلم عنها. نمرة واحد، في حالة إصابة الأب والأم، نخلي بالنا من النقطة دي جدا عشان دي جزئية، لو المريض عنده دراية كافية يعرف احتمالية إصابة ولاده بأنيميا الفول بتبقى عالية امتى. هنقولها واحدة واحدة، نخلي بالنا. أول حاجة، في حالة إصابة الأب والأم بأنيميا الفول بتكون نسبة إصابة الأولاد الذكور والإناث 50%، وعادة ما يكون هذا الاحتمال أكبر في حالة زواج الأقارب، حيث يشترك الأب والأم في التاريخ الوراثي للمرض. وإحنا عارفين إنه زواج القرايب بيجمع الصفات المتنحية التي قد تكون سيئة، وهنا جواز القرايب ممكن يؤدي لاحتمالية زيادة لظهور أنيميا الفول في الأولاد. نقول النمرة 2، في حالة إصابة الأب فقط بأنيميا الفول، فإن الإبن الذكر لا ينتقل لديه المرض لأنه يرث من أبيه كروموزوم واي فقط، بينما ترث البنت كروموزوم إكس المتسبب بإصابة أنيميا الفول من الأب، لكنها تكون حاملة فقط للمرض، حيث إنها تمتلك 2 من كروموزوم إكس، وبالتالي بيكون لديها كروموزوم مصاب وكروموزوم سليم بترثه من الأم. نركز في الكلام ده، كلام جميل جدا. إذا لم تكن الأم مصابة ولا حاملة للمرض، مما يحميها من أعراض أنيميا الفول. نمرة 3، في حالة إصابة الأم فقط بأنيميا الفول، فإن الإبن الذكر يكون لديه احتمالية 50% إصابة، ويرثها من والدته لأنه بيحصل على كروموزوم إكس فقط منها، بينما قد تكون البنت حاملة للمرض لكنها لا تصاب به، حيث إن لديها 2 من كروموزوم إكس، إحداها مصابة ترثوه من الأم والآخر سليم ترثوه من الأب. نمرة 4، في معاملات الزواج بيطلب عادة فحص يحدد إصابة أحد الزوجين بالعديد من الأمراض ومنها أنيميا الفول، وتختلف القوانين في التعامل مع بعض هذه الحالات من بلد إلى آخر. نمرة 5، في حالة إصابة الجنين بمرض أنيميا الفول الموروث من الأبوين، يجب على المرأة الحامل عدم تناول الأطعمة، نركز في النقطة دي، عدم تناول الأطعمة التي قد تؤثر على الجنين مثل الفول والبقوليات، يجب إخبار الطبيب المشرف على الحمل حول إصابة أحد الزوجين بمرض أنيميا الفول لأخذ الاحتياطات اللازمة. كلنا درسنا أحياء وكلنا هنقدر نتفاهم الحتة اللي فاتت دي، وهي الحقيقة مهمة جدا عشان خاطر الأب والأم ما يبقوا عارفين أنا مصاب بأنيميا الفول، الزوجة بس الاتنين مع بعض، ده هيؤدي إلى إيه بالنسبة للأولاد اللي جايين. ودي جزئية الحقيقة مهمة وجميلة. مع السلامة.